السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى توضيح كم عدد قبائل السودان. كما نعلم أعزائي بأنه يبلغ عدد القبائل في السودان حوالي عدد كبير جدا جدا. فإجابتي على هذا السؤال 570 قبيلة تنقسم إلى 57 مجموعة عرقية على أساس الخصائص الأنظغرافية والثقافية واللغوية، وتتحدث 114 لغة مكتوبة ومنطوقة. ففي شماله يوجد العديد من القبائل مثل الحلفويين والمحس والدنالقة والبديرية والشرقية والمناصيرة والرباطب والحسانية والمريفاب. فأتمنى بأنكم حصلتم على المعلومة اللازمة، وإلى اللقاء.